السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، درسنا اليوم بإذن الله إنشاء الأشكال الهندسية بالنسبة للمستوى الثاني. الأهداف الأساسية لهذا الدرس: يتعرف المتعلم المستقيم والوضعيات في وضعيات مختلفة، يرسم القطع والمستقيم كذلك في وضعيات مختلفة ويوظفهما، أيضا في إنشاء أشكال هندسية مثل المربع والمثلث والمستطيل. ننتقل إلى الحساب الذهني السريع. لدينا 6، 6 ضرب 3 تساوي 18، أيضا 6 ضرب 6 تساوي 36، و 6 ضرب 2 أحسنتم تساوي 12، و 6 ضرب 5 جيد تساوي 30، وستة ضرب أربعة تساوي 24، وستة ضرب سبعة تساوي 42، وأخيرا ستة ضرب ثمانية تساوي 48. أعزائي التلاميذ، الأشكال الهندسية المعتادة: المربع هو شكل هندسي يتكون من 4 أضلاع متقايسة وكذلك 4 زوايا قائمة. أضلاع متقايسة يعني لها نفس القياس. ننتقل الآن إلى المستطيل. المستطيل شكل هندسي كذلك يتكون من 4 أضلاع، كل ضلعين متقابلين متقايسين، وأيضا له 4 زوايا قائمة كما تلاحظون في الصورة. والشكل الهندسي الأخير مثلث. المثلث شكل هندسي يتكون من 3 أضلاع و3 زوايا. الآن دعونا نتعرف على مجموعة من الخطوط. لدينا الخط المستقيم، هو هذا الشكل، وتعريفه: الخط المستقيم ليست له بداية ولا نهاية. وننتقل الآن إلى قطعة مستقيمية، كما تلاحظون أنها محدودة من جهتين. القطعة المستقيمية هي خط مستقيم محدود من الجهتين بحيث له بداية وله نهاية، ودائما نستعمل المسطرة لإنجاز هذين الشكلين. وننتقل للشكل الأخير، منحنى. هو خط منحني، يعني لا نستعمل أبدا المسطرة بالنسبة للخط المنحني. أعزائي التلاميذ، لاحظوا معي جيدا، يجب علينا استعمال المسطرة من أجل إنجاز هذين الشكلين. بالنسبة للشكل الأول، قلنا عبارة عن قطعة مستقيمية، لأن قطعة مستقيمية هي محدودة من الجهتين، ورمزها الإصطلاحي هذا الشكل. والآن نحصل على استنتاج: القطعة خط مستقيم له حدين أي طرفين. والآن ننتقل إلى المستقيم، يرمز له بهذا الشكل. والمستقيم كذلك خط مستقيم ليس له حد، يعني ليس له بداية وأيضا ليس له نهاية، وضروري نستعمل المسطرة من أجل إنشاء القطعة وأيضا المستقيم. النقط المستقيمية هي نقط يمر منها المستقيم، ومن الضرورة استعمال المسطرة من أجل إنشاء مستقيم وكذلك نقط مستقيمية. ننتقل إلى هذا المثال. لدينا الشكل التالي، نستعمل المسطرة من أجل إنشاء المستقيم الذي يمر من 3 نقط مستقيمية، والنقط الأخرى لدينا باللون الأحمر نقط غير مستقيمية. والآن أعزائي التلاميذ، ننتقل من أجل التمرن. أرسم مستقيما يمر بالنقطتين ملونتين بالأحمر. السؤال الثاني: أرسم قطعة مستقيمية طرفها نقطتان ملونتان بالأخضر. السؤال الأول يعني رسم مستقيم، ونعلم أن المستقيم غير محدود، يعني ليس له بداية وأيضا ليس له نهاية. سوف نستعمل مسطرة وقلم رصاص من أجل رسم المستقيم الذي يمر من النقطتين الملونتين بالأحمر، وأيضا نستعمل المسطرة وقلم الرصاص من أجل رسم قطعة
طرفاها نقطتان ملونتان بالأخضر، ونعلم أن القطعة محدودة، يعني لها بداية ولها نهاية. والآن أعزائي التلاميذ ننتقل إلى النشاط الثاني. لدينا هناك مجموعة من النقط باللون الأزرق والأحمر وأيضا الأسود. هل هذه النقط مستقيمية؟ جيد، أحسنتم، ليست مستقيمية. لماذا؟ لأنها لا تنتمي إلى نفس المستقيم. سوف نحصل على أشكال هندسية معتادة. والآن ننتقل. بالنسبة للشكل الأول فهو يتكون من ثلاث نقط، أي نحصل على مثلث. وبالنسبة للشكل الثاني فكما تلاحظون فهو عبارة عن مستطيل، لأن كل ضلعان متقابلان متقايصان. وبالنسبة للشكل الأخير فهو مربع، لأن جميع أضلاعه متقايصة وأيضا له أربع زوايا قائمة. أعزائي التلاميذ، نأخذ جميعا صفحة 100 من الكتاب المدرسي. نبدأ النشاط الأول. أستعمل المسطرة وأجد ثلاث نقط أخرى مستقيمية، ثم أرسم مستقيما يمر منها. قلنا المستقيم غير محدود. نستعمل المسطرة بطبيعة الحال وقلم الرصاص. نرسم المستقيم الأول، وأيضا يمكننا رسم المستقيم الثاني الذي يمر من النقاط المستقيمية، وأيضا المستقيم الثالث باللون الأصفر، وأخيرا يمكننا رسم المستقيم الرابع. والآن أعزائي التلاميذ ننتقل إلى النشاط 2، نتمم رسم القطع كما في المثال. نلاحظ أن لدينا مربع به تدريجات مرقمة، نربط كل عددين متشابهين كما في المثال. لدينا رقم 1 مع رقم 1، لدينا رقم 2 مع رقم 2، ورقم 3 مع رقم 3. الآن سوف نقوم بربط رقم 4 مع 4، و5 مع 5، 6 7 مع 7، 8 موجودة، و9. ننتقل إلى 10، 11. نرسم القطع 12، 13، و14. الآن ننتقل إلى التمرين 3. أطوي ورقة وأرسم خطوط الطي باتباع الخطوات التالية. نأخذ ورقة ونتبع الخطوات التي نشاهدها على الصور. السؤال الأول، ألون رؤوس المثلث بالأحمر، ألون أضلاع المثلث بالأخضر، والسؤال الآخر، ألون داخل المثلث بالأصفر وألون خارجه بالبرتقالي. قلنا نأخذ ورقة، نقوم بطيها بالشكل الأول، ثم نأخذ قلم رصاص ومسطرة ونضع الخط الأول، وننتقل إلى الشكل 3، يعني نأخذ الورقة ونقوم بطيها كما نلاحظ في الشكل 3. نأخذ مسطرة وقلم رصاص ونضع الخط أو القطعة، وننتقل أخيرا إلى الشكل 5، نقوم بطيها بهذا الشكل. بعد ذلك نضع الخط بواسطة مسطرة وقلم رصاص. ألون رؤوس المثلث بالأحمر، تلاحظون أن الرؤوس باللون الأحمر. وأيضا سؤال الموالي، ألون أضلاع المثلث بالأخضر، قمنا بتلوين الأضلاع المثلث بالأخضر. وأخيرا ألون داخل المثلث بالأصفر وخارجه بالبرتقالي. شكرا أعزائي التلاميذ، وإلى اللقاء في حصة مقبلة بإذن الله.